تغير في مسرح المعركة بمحافظة تعز، إذ تقدم الجيش الوطني في جبهات القتال واستعاد عددا من المواقع التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثي. تزامنت هذه التقدمات مع فتح جبهات جديدة جنوب وشرق تعز إلى جانب الجبهة الغربية للمحافظة. المركز الإعلامي لمحور تعز قال إن الجيش بدأ هجوما عنيفا على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الحكوم، وحرر سلسلة من المواقع الجبلية في مديرية حيفان جنوب شرقي المحافظة، وإن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في ظل انهيارات كبيرة بصفوف ميليشيا الحوثي. في غرب تعز شن الجيش والمقاومة هجوما على الميليشيا، وتمكن خلاله من استعادة السيطرة على جبل الصراهم وجبل شرف العنين واتباب الجبيرية والصفراء والمشبك والقحاف. الالتفاف الشعبي الذي جاء تلبية لدعوة محافظ تعز نبيل شمسان كان له دورا في إسناد ودعم الجيش في استكمال عملية التحرير. شباب اللواء 17 مشاة يصلون إلى آخر موقع في مديرية جبل حافيجي في المشبك في العنين، تم تحرير العنين والسيطرة عليه سيطرة كلية كما تلاحظون. هذا مصنع الطلاء وهذه منطقة الرماء. الله أكبر، هكذا هنا خلفنا وهذا هو المشبك. الحمد لله تم السيطرة كليا على هذه المنطقة، منطقة العنين. سيطرنا على موقع الجبيرية، سيطرنا على موقع القاعدة، على موقع الصفراء، على الأقحف، على المشبك، على كل المواقع التي كانت تواجد فيها العدو. يبدو أن محافظة تعز على موعد مع الخلاص من هذه الميليشيا إذا ما توفرت الإمكانات والدعم اللازم من الحكومة الشرعية.